بيصفروا المراكز الحضرية الصاعدة المكانة المجالية ورهانات الاندماج في ظل الجهوية المتقدمة. هذا الموضوع نوقش بإطار الملتقى الأول حول المراكز الحضرية الصاعدة، لقاء تدارس عددا من المقاربات للدفع بهذه المراكز الحضرية وتثمينها وتحسين ظروف عيش ساكنتها. عبد السلام الخلوي وإبراهيم الغوثي. بإقليم صفرو ثلاثة مراكز صاعدة بارزة بتموقعها وبتوسعها وأيضا بتزايد عدد ساكنتها. دينامية سريعة تعرفها هذه المواقع، وهي تطرح تحديات تستوجب عملا وتدخلا يواكب تطورها ويستجيب لحاجية ساكنتها. وهذا الملتقى جاء للوقوف على وضعية هذه المراكز بكل ما تحمله من معطيات. المراكز الصاعدة يعني كأحياز ترابية يجب يعني تنميتها، ويجب أن نعطيها أهمية كبيرة في تحقيق التنمية الترابية التي ننشدها جميعا، ونحن في هذه الندوة يعني التي تجمع مختلف الفاعلين والباحثين لدراسة والخروج بتوصيات تروم وتأهيل هذه المناطق وتحقيق نوع من العدالة المجالية على مستوى هذه المراكز. الإشكالية التي تطرحها فعلا المراكز الصاعدة هي يمكن أن تتحدث في نقطتين أساسيتين. الأولى تتعلق بالمكانة الأساسية التي تكتسها هذه المراكز، ومن جهة ثانية ينبغي أيضا أن نتساءل حول أهمية البنية التحتية. أساتذة جامعيون وباحثون وفعاليات جمعوية طرحوا نموذج مراكز صفرو للنقاش والحوار من زوايا متعددة بالنظر لتطورها وتوسعها، وبالتالي شكل اللقاء مناسبة لبلورة رؤية جماعية تسهم في رسم أفق جديد لهذه المجالات. بالنسبة لنا كرهنوا على هذا الملتقى هذا، وكان اللي منضمينه في إطار التوجهات اللي كاينة ديال المقاربة التشاركية وكذلك تدبير المجال وإيلاء الأهمية للمراكز الصاعدة اللي ممكن أنها تلعب أدوار طلائعية، سواء فيما يتعلق في توفير فرص الشغل أو تنمية مندمجة، وكذلك في تخفيف الضغط على المراكز الحضرية الكبرى. نقاش وتفكير جماعي ورؤية تشاركية بين أطراف متعددة من شأنها توفير قاعدة تتضمن اقتراحات وتصورات تنظم مجالات المراكز الصاعدة واحتواء إكراهاتها وتوفير مشاريع تستجيب لحاجيات قاطنها.